سمحنا على هذا الخبر هذا ديال هذه السيده هذه اللي خلات الزوج ديالها واللي عطاته الكلمه وخدات منه الفلوس وقالت له انا غنمشي نوجد وخوات به لانه هو عنده واحد الاعاقه لا دخل له فيها، هذا قدر الله فيه. لكن الاعاقه الحقيقيه هي اللي عند السيده هذه، عندها اعاقه دينيه، عندها اعاقه انسانيه، عندها اعاقه اخلاقيه، يعني مجموعه من الاعاقات ما عرفتش كيفاش غتلقى لهم الحل. بغيت نقول لك واحد ثلاثه الحوايج فهميهم مزيان، بصح تلمسي قوه 30 جدهن جد وهزلهن هزل، منهم الزواج. الزواج ما فيش الضحك، ما فيش اللعب، هذه وحده. ثانيا الا استهزأتي بهذا السيد هذا وقليتي منه للشكل ديالو فهذا ماشي شيء اختاره هو، هذا شيء قدره الله، فانت كتعترضي على الله تبارك وتعالى، كتعترضي على امر من اوامر الله تبارك وتعالى، على اختيار من اختيارات الرب رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم العبرة عند الله تبارك وتعالى ماشي بالاشكال وماشي بالاجساد وماشي بالاعمار، العبرة عند الله تبارك وتعالى بما وقر في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعث اغبر ذي طمرين صندانه مقطعه لبسها مدفوع بالابواب تحت ما تيبغيه، هذا بهذه الحاله لو اقسم على الله لابره، لو اقسم على الله لابره. وتخيلي هذا الانسان هذا اللي عنده هذه الحاله هذه ومتصالح مع نفسه وبغى يتزوج وشحال ديال تمارة ضرب مع نفسه باش يوصل لهذا الرضا النفسي، وشوفي عم الله شنو دار وعم الله شمن الاطباء مشى عندهم وعم الله شمن ترويض دار النفس ديالو باش يوصل لهذا التصالح مع النفس ديالو ويتقدم للزواج بحالو بحال جميع الناس. جنسيات ضربي له كل شيء بالزيرو وتبكيه في اعظم ليله، باعتبار الشباب اعظم ليله عنده هو ليله الزواج. كي غادي تلقي الله تبارك وتعالى هذا ينتصر الله والله تبارك وتعالى. هادشي الا ما مشاش تدعى عليك، اما هذا اللي مشى دعى عليك غير تسنيها، غير تسنيها، راه هي مخبيه عنده، غير تسنيها، غتجي غتجي. الله عز وجل عاتب النبي عليه الصلاه والسلام انه ما عطاش اهميه للرجل الاعمى، ثم قال له الله تبارك وتعالى وانزل قرانا يتلى الى يوم القيامه عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرك، وما يدرك ان الخير كله مع هذا المعاق هذا اللي كتسميه انت من اللي تسميه من ذوي الاحتياجات الخاصه. وإن كان حقيقة هؤلاء ليسوا معاقين، إذا كان الشكل ما عندناش إشكال، ولكن الإعاقة كاينة في الأخلاق، الإعاقة كاينة في العقل، الإعاقة كاينة في القلوب اللي ولات قاسية. كيفاش تكسري قلب هذا الشاب هذا؟ كيفاش تكسري قلب ديالو في هذه الليلة هذه؟ كيفاش تخوي به؟ كيفاش تضحكي فيه الناس؟ ولكن في حقيقة حنا تضامنا معاه وكندعيو ليه، وهو راجل بألف راجل، ولكن العيب بقى راكبك أنت وصورتك بقاو الناس يدعيو عليها أنتيا.